شفت انه الحكومه والده ما لفتتش للناس اللي تشردت في بيوتها ومأواها. حبيت ان انا اوصل رسالتي للعالم انه ارسم معاناه الناس الذي فقدت بيوتها واسرها ومأواها، فحبيت اعملها على رسومات جداريه توصل للعالم وللناس معاناه الناس اللي تدمرت. يا حب الحياه في بلدنا. ما في شيء تغير من هنا ولا للحد الآن. الناس تناشد وبعضهم مشردة يعني في بيوت إيجار وبعضهم مشردة في بيوت أهاليها يعني، وما فيش تغير شيء للآن. ناس كثيرين ماتوا هنا، راحت حياة يعني بيت واحد من 4-5 أشخاص ماتوا، ولا حد داري بنحنا ولا حد حاسس.